نستكمل بقية أخبارنا وفيما يخص بقى الحكام اللي هنكون بنتابعهم النهاردة في المباريات اللي هتكون بتاخدها الأندية المصرية ضمن منافسات الجولة الثامنة. فأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الاثنين النهاردة 16 ديسمبر وهيكونوا على النحو التالي. تمنياتنا اكيد بالتوفيق لكل الحكام اللي هيكونوا بيشاركوا النهارده في المباريات باذن الله يكونوا موفقين في كل قراراتهم.